حالا هنراجع الجزء العملي بتاع السي ان اس اللي هو الاكزامينيشن اوف ذا سنسوري سيستم. في اجزاء هنقولها زي ما هي هفكرك ببعض المعلومات بيها، وان النهارده ان شاء الله اتعمد هقول لك اسئله ام سي كيو، وانا ماشي اسئله الام سي كيو دي بنسبه كبيره هتلاقيها بكره في الامتحان ان شاء الله. فالنقطه اللي اكد لك عليها حاول النهارده تعلم عليها وتقراها بالليل او تقراها الصبح قبل الامتحان تاني، لان غالبا هتكون نقطه الامتحان هي النقطه دي. اول حاجه بالنسبه للاكزامينشن اوف سنسوري سيستم، في حاجات هنقراها سوا، في حاجات هناكد عليها، في حاجات هنسكمها وندمجها بسكيل. اول حاجه الاكزامينشن بتاع السنسوري سيستم، طبعا التايب اوف سنسيشن كان عددهم 4. كان في حاجه عندنا اسمها السوماتيك ودي بتاع الجسم، كان في حاجه عندنا اسمها فيسرال ودي بتاع الاحشاء، كان سبيشال الحواس الخاصه، واورجانيك اللي بتحافظ على حياتك. ما اعتقدش ان هو هيسيب الامتحان في جزء السي ان اس ويجيب الحته دي. انما الجدول اللي بعدها اللي هو الكلاسيفيكيشن اوف سوماتيك سنسيشن حسب السنتر اوف بيرسبشن، ده ممكن يجي بقى. الجدول ده ممكن يجي سؤال ام سي كيو يقول لك كل مما يلي صحيح ما عدا. واحنا عندنا حسب السنتر اوف بيرسبشن كنا بنقسمها نوعين اثنين، يا اما بروتوباسيك يا اما ايبيكريتيك. البروتوباسيك كنا بنحط كلام تحت بعضه كده، البروتوباسيك مبدئيا كان قرود، قرود معناها غير واضح المعالم، وكان بيرسيفد باي سالاماس، فكان بورلي لوكالايزد ومحتاج هاي سيريشن. هتحفظها كده النهارده، والنهارده حاول تعبى تحفظ معايا عشان ما تذاكرش في البيت بقى. البروتو ماسك بيبقى كورون بيرسيفد باي سالاماس، يبقى بورلي لوكالايزد، اذا هو ليه هاي سيريشن. الامثله بتاعتنا ايه؟ الكورود تاتش والسلوبين واكستريم واكسسيف. الكورود تاتش السي والاس والاكستريم والاكسسيف، السي والاس القرود والسلوبين والاكستريم والاكسسيف. وعلى النقيض الايبيكريتيك، الايبيكريتيك ده مكتوب عند حضراتكم، الايبيكريتيك مكتوب ان هو ده الفاين، الفاين ده يبقى بيرسيفد باي سيريبرال كورتكس، بيرسيفد باي سنسوري ارياز اوف سيريبرال كورتكس. بما انه بيروح السيريبرال كورتكس يبقى واللوكالايز، وبالتالي اقل سيريشن يتحسن اللي هو اللو. مين هم الايبيكريتيك؟ اي حاجه غير اللي قلناهم في البروتوباسيك. فهتلاقي عندك الفاين والفاست والفاين 3 اف، الفاين والفاست والفاين جريد اوف تمبريتشر والبروتوباسيك وال بروبيوسبتيف اللي هو السنس اوف بوشن اند موفمنت. هنا ممكن يجي يسالك ايه؟ يقول لك اكوردنج تو البروتوباسيك سنسيشن اول اوف ذا فولوينج استرو اكسبت، ويجيب اختيارات، او يجي يقول لك اول اوف ذا فولوينج ار اكزامبل اوف بروتوباسيك اكسبت. والسؤال غالبا اللي هيجي اول اوف ذا فولوينج ار اكزامبل اوف ايبيكريتيك سنسيشن اكسبت، غالبا هيبقى اختيارك كروت تاتش. هيجي يقول لك زي ما هجمعها لكم حاجه، بس ابقى عارف الجدول ده كمقارنه. بالنسبه اكوردنج تو السايت اوف ريسبتور، الريسبتور يا اما سوبرفيشال يا اما ليك يا اما نكسل. السوبرفيشال بيبقى تاتش وثيرمال وبين، تاتش وثيرمال وبين كلهم سوبرفيشال ما عدا البي، والبي اقلبها يبقى دي، ما عدا البريشر والبروبريوسبتيف اقلب البي تديك دي يبقى الديب، والستيريوجنوزس والفايبريشن ميكس، ستيريوجنوزس وفايبريشن ميكس. هجمعها لك حل سكيل. بالنسبه لانواع الاحاسيس بقى حسب النيتشر اوف ستيمولس، يا ميكانو يا سيرمو يا بين، عدي عدي على طول. انا عايزك في الجزئيه دي كلها اعرف لي الجدول بتاع البروتوباسيك والايبيكريتيك، والباقي انا هسكمه لك حالا. بالنسبه للجنرال بريكاشن اللي كنا بنتكلم عنها، ده ممكن يجي يقول لك كل مما يلي من البريكاشن ما عدا، بس غالبا لو جه سؤال بريكاشن هيجي البريكاشن بتاعه الارتيريال بلاد بريشر اللي هو قياس ضغط الدم. يقول لك ايه الاحتياطات اللي لازم تاخد بالك منها؟ مش ده اللي بيجي، لو جه ماشي، بس مش ده اللي بيجي، اللي بيجي هو بتاع الارتيريال بلاد بريشر، جت كان بها، ما جتش خلاص. ايه هي البريكاشن لازم ناخد بالنا منها؟ ايه الاحتياطات بتاع الاكزامينشن؟ اكسبلين التست تو ذا بيشنت لما تكون عينيه مفتوحه، اهم حاجه لازم وانت بتفحصه تكون عينيه مقفوله. عشان كده لازم تكون لما بتفحصه سبجكت ماست كلوز هيز اي، لازم تكون عينيه مقفوله. خد بالك بقى عندنا سيستماتيك، لما تكون بتشرح له التجربه تكون عينيه مفتوحه، لما تكون بتفحصه عينيه مقفوله. بالنسبه لشغلنا كفحص لازم يكون سيستماتيك، وخد بالك من الحته دي، هو من الديستال للبروكسيمال وليس العكس. لما بتيجي تفحص خليك فاكر احنا بنمشي كده، بنمشي كده، مش بنمشي كده، احنا بنمشي كده من بعيد لقريب، من ديستال لبروكسيمال. لو جه السؤال ده في الامتحان دي اللي هتتغير،
هيقول لك كل مما يلي من البريكاشن بتاعت الاكزامينيشن ما عدا، ويقوم جاي مغيرها في الحته دي. هو لازم منين لفين؟ من الديستال لبروكس. لازم يكون السيم ستريس، واظن ده واضحه لحد حتى لو حد مش مذاكر. لازم تكون بايلاترال على الناحيتين، ولازم تكون سيمتريكال، يعني جزء مع جزء، ايد مع ايد، رجل مع رجل، وهكذا. وده كده كان بالنسبه للمقدمه. دخلنا على الاحاسيس، وانا عاوز بقى نعمل ملخص للموضوع كله، ومجمع تقريبا 90% من اول هنا لحد الاخر على السبوره حالا، وباقي النقاط نقولها سوا. احنا طبعا قلنا ان احنا الاحاسيس عندنا اربع انواع، يا سوماتيك يا فيسترال يا اورجانيك. طب احنا عايزين انهي واحد؟ سوماتيك. بس احنا قلنا يا ميكانو يا سيرمو يا بين، عاوزين ميكانو. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن الميكانو ريسبتيف سنسيشن. ادي الميكانو. الميكانو دي بنقسمها اثنين، يا اما حاجه اسمها تكتايل، يا اما حاجه اسمها بروبريو سيبشن. التكتايل ده نفسه بنقسمه الى ثلاث حاجات، يا اما تاتش، يا اما بريشر، يا اما فايبريشن. والبروبريوسيبشن ده نفسه بنقسمه الى حاجتين اتنين، يا اما بوزيشن اللي احنا بنسميه ستاتيك، يا اما موفمنت اللي احنا بنسميها دايناميك. يبقى ستاتيك يا دايناميك. بالنسبه للتاتش، التاتش نفسه بنقسمه نوعين، يا اما حاجه اسمها كرود تاتش، يا اما حاجه اسمها فاين تاتش. والفاين تاتش ده نفسه تحته ثلاث عناوين، يا تكتايل لوكاليزيشن، يا تكتايل ديسكريميشن، يا اما ستيريو جنوزس. بالنسبه للبريشر، البريشر عندنا نوعين، حاجه اسمها ديب بريشر، والحاجه الثانيه اسمها ماسل تنشن. والفايبريشن ده هنعرف يا اما لو فايبريشن يا هاي فايبريشن. فانا هعمل الفايبريشن اهو، يا اما لو يا اما ها. ده الاحاسيس اللي احنا هنتكلم عنها حالا. ده كده كعس. خلينا يلا نجمع الاحاسيس نحفظها عشان نخش على النقطه اللي بعدها. احنا بنتكلم عن الميكانو، والميكانو يا ايه ايه؟ يا تكتايل يا بروبريوسيبت، التكتايل يا تاتش يا بريشر يا فايبريشن، بروبريوسيبت يا بوزيشن يا موفمنت، التاتش يا كرود يا فاين، البريشر يا ديب بريشر يا ماسل تنشن، الفايبريشن يا لو يا هاي فايبريشن. انا عاوز اعمل ايه الاول؟ خلينا نمشي قواعد سوا ونذاكرها بالطريقه دي. انا عايز الديفينيشن بتاع كله، ثم الريسبتور بتاع كله، ثم الافرنت بتاع كله، ثم الباسوي بتاع كله، ثم الاريا بتاعت كله. وتعالوا نجيبهم يلا واحده واحده، ناخد ديفينيشن. ايه الديفينيشن بتاع الكرود تاتش؟ انا عايزك بالعربي تقول الديفينيشن، مش عاوز انا انجليزي، انا عاوز بالعربي. الكرود تاتش معناها انك تلمس واحد بحاجه، ولما يتلمس يحسها بدقه ولا يحسها رافلي؟ انا عاوز كلمه رافلي دي بس. لما تحس رافلي. امال التكتايل لوكاليزيشن لما تحس اكيوريتلي. يبقى عكس الكرود تاتش ايه؟ مش الفاير. عكس الكرود تاتش التكتايل لوكاليزيشن. هنا تحس الحاجه رافلي، هنا تحس الحاجه اكيوريتلي. امال قدرتك انك تفرق بين النقطتين بحيث انك تحس النقطتين كانهم نقطتين مش نقطه واحده، ده اسمه تكتايل ديسكريميشن. امال الاستيريو جنوزس دي معناها التعرف على المجسمات. بالنسبه للبريشر، ديب بريشر، كلمه بريشر نفسها معناها معرفه الوزن. ويت، احنا بنتكلم عن الوزن. بريشر يعني وزن. وهل الوزن ده على سبورتد هاند ولا ان سبورتد هاند؟ لو على سبورتد هاند يبقى ديب بريشر، لو ان سبورتد هاند يبقى ماسل تنشن. بعد كده بالنسبه للفايبريشن، هي القدره على احساس الثريلز، الرعشان، ده الفايبريشن. الاستاتيك، احساسك بوضع جزء من جسمك مقارنه بباقي اجزاء جسمك، يعني ده فين مقارنه بده؟ المقارنه بين جزء بين باقي الاجزاء، ده اسمه البوزيشن. الحركه هي اسمها الموفمنت. انا عاوز منك ايه حالا بقى؟ هنقلب الصفحات ناخد الديفينيشن بتاعك كل يوم. بص على الديفينيشن بتاع الكروت تاتش. الديفينيشن بتاع الكروت تاتش هو ability of the subject to perceive، علم رافلي، 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 علم على كلمة رافلي،
امال لما نيجي نتكلم عن التكتايل لوكاليزيشن انت ازاي ابيض بالظبط تو لوكالايزد اكزاكتلي او اكوريتلي. اللوكاليزيشن هي اكوريتلي. علم على كلمه اكوريتلي، انا عاوز كلمه علم على كلمه اكوريتلي واقلب الصفحه. هو تعريف التكتايل ديسكريميشن ايه؟ طالما ذكرت كلمه نقطتين يبقى انت بتتكلم في تكتايل ديسكريميشن اللي هو التفرقه بين النقطتين. عشان كده بيقول ability of subject to distinguish two touch stimuli at the same time as two separate points not one. بس كان ايه الشرط اللي يخلينا نحس ان النقطتين كانهم نقطتين مش نقطه واحده؟ يكون at the threshold distance او اكبر من threshold distance. خد بالك من دي في الامتحان، انت تحس ان النقطتين نقطتين لو قد او اكبر، انما لو اقل تحسهم نقطه واحده. عشان كده لو سالت ايه تعريف الثريشولد ديستانس، هي ديستانس وكلمه ثريشولد معناها مينيمال، اقل حاجه خالص. اذا هي مينيمال ديستانس، اقل مسافه كم بالارض تحس عندها النقطتين كانهم نقطتين مش نقطه واحده. يبقى انت تحس النقطتين نقطتين يا قدها يا اكبر منها. امال ايه تحسهم نقطه لو اقل منها؟ خش على اللي بعدها يلا، على الاستيريوجنوزس. الاستيريوجنوزس It is the ability to recognize the nature of object، انك تكون عارف طبيعه الحاجه اللي انت ماسكها بايدك، ده يبقى استيريوجنوز. امال الفايبريشن the sense of thrill. امال الديب بريشر، طالما قلت بريشر يبقى ويف، لو على سبورتد هاند يبقى ديب بريشر. It is the ability to discriminate between different weight. في الامتحان في الفسيولوجي ما تقعدش تقرا كلمه تجيب منها الاجابه، انت بتقرا السؤال كله بس لما تقرا السؤال كله بدقه هي كلمه بتقول لك الاجابه كذا. طالما ويت يبقى بريشر، سبورتد يبقى ديل، امال لو ان سبورتد يبقى ماسل تنشن. عشان كده لو جه سالك وقال لك ايه السنسيشن يبقى ايفوكد باي تراكشن اوف تندون، لما التندون يتشد هو التندون ده بتاع ايه؟ مصر. يبقى التندون مصر تنشن، بتاع التندون يبقى مصر تنشن. امال احساس البوزيشن ات از ذا سنس اوف بوزيشن اوف ديفرنت بارت، معرفه وضع الاماكن المختلفه من الجسم مقارنه ببعضها البعض وذ ريسبكت تو ايتش اذر، مقارنه ببعضها البعض. امال بالنسبه للموفمنت سنس اوف موفمنت، قال الديفينيشن بتاع اي حاجه عندك ده كل الديفينيشن اللي في عمل السي ان اس. وممكن معرف جدا ان يجي يسالك يقول لك الديفينيشن الفلاني ده بتاع ايه؟ اظن الموضوع يبقى سهل. تعال اسالك كده يا عمر، لو لقيت كلمه رافلي روح، لقيت كلمه اكيوريتلي لوكاليزيشن، لقيت تو بوينت ديسكريميشن، لقيت اوبجكت ستيريوجنوز، لقيت ويت بريشر، لقيت كلمه سبورتد ديب بريشر، لقيت كلمه ان سبورتد ماسل تنشن، لقيت كلمه تندون ماسل تنشن، لقيت كلمه ديفرنت بار بوزيشن، يبقى البوزيشن. ولو جت في الامتحان ستاتيك هي بوزيشن، لان البوزيشن اسمه ستاتيك والموفمنت اسمها دايناميك، يبقى ده ستاتيك وده دايناميك. خش على البرنسبل بتاعهم كلهم يلا اسمع بقى كلهم سوماتيك، اسمع مني واسمع من اللي عندك، كلهم سوماتيك، كلهم ايبيكريتيك ما عدا الكروت تاتش بروتوباسيك، كلهم ايه؟ سوماتيك، كلهم ايبيكريتيك ما عدا الكروت تاتش هيبقى بروتوباسيك، كلهم ميكانو ريسبتور، كلهم سوبرفيشيال ما عدا البريشر والبروبريوسبشن ديب والستيريوجنوزس والفايبريشن ميكس. مش انا قلت لك اعمل لي صفحه فاضيه؟ اكتب يلا كلهم سوماتيك. يلا عشان اسكم لك 50% من منهج السي ان اس في الكلمتين دول، كلهم سوماتيك وميكانو ريسبتور، كلهم سوماتيك وكلهم ميكانو ريسبتور. اللي بعدها كلهم بروتوباسيك ولا ايه؟ ايبيكريتيك، كلهم ايبيكريتيك،
كلهم ايبي كريتيك ما عدا الكروت تاتش هيبقى بروتو باسك. كلهم سوبرفيشيال، كلهم سوبرفيشيال ما عدا وما عدا طلع منها سهمين اتنين بي وبي بريشر وبروبيوسبتيف سهم دي كلهم سوبرفيشيال ما عدا البريشر والبروبيوسبشن هيبقوا ديب. السهم الاول والسهم الثاني فايبريشن واستيريوجنوز هيبقوا ميكس. فايبريشن واستيريوجنوزس هيبقوا ميكس. فكرني جربت ايه بعد اذنك؟ كلهم سوماتيك. لو حد لسه ما بنفش حاجه اهو كلهم سوماتيك وكلهم ميكانو ريسبت كلهم ايبيكريتيك ما عدا الكروت تاتش بروتو باسك. كلهم سوبرفيشيا ما عدا البي والبي هيبقى دي فايبريشن واستيريوجنوز هيبقى ميكس. خلصنا لسه يلا كلهم بيحملوا على جراسيل وكيونيت. كلهم بيحملوا على جراسيل اهي شفتها في عينيك. كلهم بيحملوا على جراسيل وكيونيت ما عدا الكروتاتش. كلهم بيحملوا على جراسيل وكيونيت ما عدا الكروت تاتش. بيحمل على الفنترال سباينو سلاميك. كلهم بيحملوا على الجراسيل والكيونيت ما عدا الكروت تاتش فنترال سباينو سلاميك. خلصتوا دي؟ كلهم بيحملوا على جراسيل وكيونيت ما عدا القروض على فنترال سباينو سلامك. خلصتوها؟ بعدها كلهم اي بيتا. كلهم اي بيتا ما عدا القروض تاتش اي دلتا. كلهم اي بيتا ما عدا الكروت تاتش اي دلتا. خلصتم اللي بعدها كلهم بيطلعوا في الدورسال كولا. كلهم بيطلعوا في الدورسال كولا ما عدا كروتاتش في الفنترال كولا. كلهم بيطلعوا في الدورسال كولا ما عدا كروتاتش في فنترال كولا. خلصتم؟ بعدها كلهم بيعدوا مع البي ال في ان تي. كلهم بيعدوا على البي ال في ان تي بتاعت الصلمص. كلهم بيعدوا على البي ال في ان تي. لا مش معانا حاجه كلهم. خلصتم؟ اللي بعدها كلهم بيوصلوا سوماتو سنسوري اريا 1. كلهم بيوصلوا سوماتو سنسوري اريا 1. كلهم بيوصلوا سوماتو سنسوري اريا 1 بين قوسين اكتب اريا 312. كلهم بيوصلوا سوماتو سنسوري اريا 1 اللي هي اريا 312 اللي بنسميها البرايمري برضه ما عدا ستيريوجنوزس بيروح اريا 5 و7 ما عدا
الاستريوجنوزس بيروح اريا 5 و7. كلهم بيروحوا في السنسور اريا 1 اريا 3 1 و2 ما عدا الاستريوجنوزس اريا ايه وايه؟ 5 و7. خلصتم؟ اللي بعدها فاضل واحد. يا نهار ابيض، نواة القرود تاتش اسمها مين سنسوري نيوكليوس. نواة القرود تاتش اسمها مين سنسوري نيوكليوس. نواة القرود تاتش مين سنسوري نيوكليوس. بينما الباقي جراسيل وكيونيت نيوكليوس. ما عدا الباقي جراسيل وكيونيت نيوكليوس. اظن ده اللي انا كتبته حتى اللي انا كتبته بقى لخبطه صح؟ قرود تاتش في حته والباقي في حته في الباسوي. بصوا بقى كلهم جراسيل وكيونيت يعني الافرنت اي بيتا يعني يطلعوا في الدورسال كولا، انما الكروت تاتش في فنترال سباينو سلامك يعني ايه دلتا؟ يعني الفنترال كولا. ادي الاختلافات اللي هو كله كذا ما عدا الكروت تاتش حسب انت ماشي فين. وغالبا اذا كانت تقول لك حالا ده اللي هيلخبطك في السينس، ده اللي هيلخبطك يعني، ده اللي ممكن تلاقيه في مذاكرته صعب شويه. انا سكمته لك اهو، باقي ان احنا نسكم حاجه بقى عارفين لو طوب الارض هنسكمه، باقي ان احنا نسكن اسم الريسبتورز. يلا توكلنا على الله. اسم الريسبتور بتاع الكروت تاتش فري نيرف اندنج وهير اند اورج. فري نيرف اندنج وهير اند اورج. وساعدوني عشان انا ذكرت على قد شويه في الحته بتاع الريسبتور دي بالذات. يعني كمان شويه هتلاقيني نسيت ان بتاع الديب بريشر هو بسيني ورفيق مفكرون. تمام. كروت تاتش هو فري نيرف اندنج وهير اند اورج. بتوع الفاين تاتش، بتوع الفاين تاتش تحديدا بتاع التكتايل لوكاليزيشن ام وام مايزنر وامريكا، ده فري نيرف اندنج وهير اند اورج، ده مايزنر وامريكا. ونفس الشيء بالديسكريميشن، انما الاستريوجنوزيس كتير لانه ميكس. بالنسبه للديب بريشر بتاع الديب بريشر بتاع البريشر بتاع البريشر هيبقى باسينيان ورافين. باسينيان ورافين. بتاع المصل تنشن مصل تندون جولجي تندون أورجن. بتاع الفايبريشن واحدة من هنا مع واحدة من هنا مايزنر وباسيني. بتاع الفايبريشن مايزنر وباسيني. بس فكرني بقى مين بتاع الهاي ومين بتاع اللو؟ كنا بنقول الباسينيان، الباسينيان ده بتاع الهاي فايبريشن ادي الباسيني، ومايزنر مايزنر دي بتاع اللو. نفتكر كده عشان ما ننساش. يلا الريسبتور بتاع الكروت تاتش اسمه ايه؟ خلينا في اندنج وهير اند اورج. امال الريسبتور بتاع الفاين مايزنر وامريكان. امال الريسبتور بتاع الديب بريشر باسينيان ورافين. امال بتاع المصل تنشن بولجي تندون اورج. بلاش اختصارات اهي، باسينيان ورافين. بالنسبة للمصل تنشن بولجي تندون اورجن. بالنسبة للفايبريشن اللو فايبريشن مايزنر، انما الهاي هيبقى باسينيان. بالنسبة للبروبريوسبشن، بروبريوسبشن كانت في اخر صفحة خالص كانوا كتير فجمعهم لي منهم كلهم بقى. بتاع البروبريوسبشن
كان الريسبتور بتاعت البوزيشن هتلاقيها جولجي ومصل سبندل ورفيف. جولجي ومصل سبندل ورفيف، ادي جولجي والسبندل ورفيف. امال بالنسبه بتاع الموفمنت، بتاع الموفمنت هتلاقيها عندك هتبقى الباسينيان والجولجي، ادي الباسينيان والجولجي. نحفظ الريسبتور بقى بتاع الكروت تاتش فين الفين، بتاع الفاين مايسنر وميرك، بتاع الدي بي بي بريشر باسيلين ورفي، بتاع المصل تنشن، بتاع التنشن تنجو، بتاع التنشن تنجو بولجي تنجو، بتاع الفايبريشن يا مايسنر يا باسيلين، الهاي باسيلين يبقى لو مايسنر، بتاع البوزيشن ثلاثه بولجي وسبندل ورفيق، وفي البروبريوسبشن لازم جولجي، هنا جولجي وهنا جولجي. فاكرين بتاع البريشر دي بريشر كان ايه؟ باسينيان ورفيق، ادي رفيق وادي باسينيان، يبقى لازم جولجي جولجي باسينيان ورفيق، وهنزود هنا المصل سبندل، ادي الريسبت. عارف باقي لك ايه في السي ان اس؟ الاداه قطنه، يبقى مين؟ قطنه. قلمين لونين مختلفين، تكتايل لوكاليزيشن لما كان بيلبس النقطه واقول له المس النقطه. امال الكومباس مش البوصله، الكومباس اللي عامله زي البرجل ديسكريميشن. مفتاح اي وزن بريشر لو شايله مصل تنشن محطوط على ايدك وايدك مدعومه هيبقى دي. بالنسبه للتاننج فور فايبريشن، بالنسبة للبروبريوسبشن لو حركت لك جزء قلت لك حرك الجزء الثاني زيه، يبقى انا بحركه وانت لازم تحط الثاني على الوضع اللي انا ثبته عليه بوزيشن. ما انا بقول لك حرك لي رجلك او حرك ايدك يبقى موفمنت. بقى ان احنا نعرف الامراض، انا عاوز بقى واحنا ماشيين حالا نعمل ايه؟ واحنا ماشيين هنجيب من اول الكروت تاتش ناكد على المعلومات بتاع السكيمات. انا خلصت سي ان اس، انا خلصته خلص، معلومات الامتحان خلصت خلاص، باقي معلومه واحده في الديسكريميشن بتاع الفاكتورز افكت نوصل لها ونقولها، ثم اسكم لك في الاخر الامراض كلها. يلا افتح لي كده من اول الكروت تاتش. الكروت تاتش عرفنا التعريف، مسكمين البرنسبل، هما كلهم كانوا ايبيكريتك صح؟ ما عدا مين؟ وطالما قلت ايبيكريتك يبقى محتاجين الانتجريتي اوف سيريبرال كورتكس، يعني ممكن يجي يبتدى يقول لك كلهم محتاجين الانتجريتي اوف سيريبرال كورتكس ما عدا مين؟ ما عدا القرود. طبعا الايكويبمنت بتاع القرود قلنا حته قطنه، البروسيجر ولا عاوزك تعرفها لي. المس دراعه بقطنه وقول له حسيت، كبر دماغك، خش على الباس واي. ريسبتور ريجر فيندنج وهيرجند اورج. افرنت يبقى ايه دلتا؟ كلهم كانوا ايه بيتا ما عدا ده ايه دلتا، وكلهم كانوا براسيل وكيونيك ما عدا ده فنترال سباينو سلام، ادي فنترال سباينو سلام. الفيرست اوردر نيرون اسم النواه بتاعت القرود كانت ايه؟ مين سنسوري نيوكليس. هتلاقي بيقول لك بنبدا من الريسبت ايه دلتا، خش السباينال كور، نطلع او ننزل شويه عشان نعمل حاجه اسمها اليوزير تراكت، عشان نبدا في النواه. انا عايز اسم النواه، النواه اسمها مين سنسوري نيوكليس. طالما وصلت للنواه عدي الناحية التانية، وطالما عديت الناحية التانية اختار لك اسانسير تطلع فيه. كلهم كانوا بيطلعوا في الدورسال ما عدا القرود في الفينتر، عشان كده مكتوب عندك ان هم بيطلعوا في الانتيريور كولم، وكلهم بينتهوا في البي ال في ان تي. خلاص ما تقراش بس وانا مسكمهولك. بعد كده السيرد اوردر نيرون هنبدا من البي ال في ان تي. فاكرين لما كنا بنقول بيعمل حاجة اسمها راديشن اللي بتعدي في البوستيريور ليمبو اوف انترنال كبسول، وكلهم بيعدوا فيها بوستيريور ليمبو اوف انترنال كبسول، عشان نروح سمعته سنسور اريا 1. وخلاص انا مسكم لك ده كله، ما انتش محتاج تذاكره، انا مسكم لك كل حاجه فيه. اسم النواه بتاع القرود ايه؟ من سنسوري تمام. اسم الريسبتور ايه؟ رينال فيندنج وهير اند اورجن. اسم الافرنت ايه؟ ايدل. اسم التراكت ايه؟ فنترال سباينو سلامك. اسم الكولم ايه؟ فنترال كولم. اسم الاريا ايه؟ سوماتو سنسو.
الباقي بقى. خش على التكتايل لوكاليزيشن وسيب الامراض، هنسكن الامراض في الاخر. التكتايل لوكاليزيشن دي ابيليتي اوف سبجكت، اكدنا على كلمه اكيوريتلي. البرنسبل قلناه سكناه، الايكويبمنت بنسل قلمين بس يكونوا لونين مختلفين. هنعمل ايه؟ مش عايزك تعرف هنعمل ايه. هنلمس بقلم ونخليه يلمس بقلم التاني. كبر دماغك. بص بقى الحته بتاعت فاكتورز افكتنج تكتايل لوكاليزيشن بقى. في الفاكتورز افكتنج تكتايل لوكاليزيشن هي الفاكتورز افكتنج تكتايل ديسكريميشن بالظبط نفس الحاجه. كانوا اربعه، اثنين طردي واثنين عكسي. الاثنين الطردي هما النمبر بتاع الريسبتور والريبريزنتيشن. الاثنين دول الطردي. الريسبتور والريبريزنتيشن الاثنين طردي، تمام؟ يبقى كل ما النمبر اوف ريسبتور زاد كل ما الدقه زادت. كل ما الاريا اوف ريبريزنتيشن كبرت كل ما الدقه زادت. على النقيض كونفرجنس وفيلد. الكونفرجنس والفيلد. الكونفرجنس والفيلد يبقى عكسي. الكونفرجنس يبقى عكسي. خليك فاكر اللي هما مين؟ الريسبتور والريبريزنتيشن هيبقوا طردي. واللي عنده حرف الري ما ينطقهاش. بالنسبة للكونفرجنس وبالنسبة للفيلد اللي تقدر يبقى علاقة عكسية. خلاص دي عرفناها أظن سهلة إن شاء الله، معرضة إنها تيجي سؤال في الامتحان يا جماعة. بالنسبة للريسبتور بتاع التكتايل لوكاليزيشن فاكرين كان اسمه إيه؟ مايزنر وميركل. مايزنر وميركل اسم الأفرنت بتاع كله. إبيتا اسم التراكت. راسيل وبيونيت اسم الكولم. دورسال كولم. فيرست أوردر نيرون هنبدأ من الريسبتور لإيه بيتا، نخش السباينال كورد، نتقسم ميديال ولاترال. مش عايز ده الميديال يطلع على نفس الناحية، لأن كنت قلت لك وأنا بشرح وهقولها في المراجعة، نواة القروض تاتش اسمها مين سنسوري نيوكل وموجودة في السباينال كورد. أمال نواة الباقي كله جراسيل وكيونيت وموجوده في الميدالا اوبلونجات. يبقى المين سنسوري نيوكلياس موجوده في السباينال كورد، انما الجراسيل والكيونيت نيوكلياس موجوده في الميدالا اوبلونجات. يخش السباينال كورد يفضل طالع في نفس الناحيه لحد ما يلاقي النواه بتاعته اللي اسمها جراسيل وكيونيت. وفاكرين لما كنا بنقول الجراسيل والكيونيت في الدورسال كولم، واحد ماشي ميديال وواحد ماشي لاترال، واحد بياخد نص الجسم السفلي وواحد بياخد نص الجسم العلوي، وكنا بنحط سكيمة اسمها جمل. الجراسيل خليك فاكر الجراسيل بياخد من الجراوند. جراوند جراسيل جراوند من الارض من اللور. يبقى الجراسيل بياخد اللور بارت وماشي ميديا. يبقى على النقيض الكيونيت بياخد الابر بار وماشي لاتر. ممكن تتسال فين الجراسيل بيسحب احساس اللور بارت اوف ذا بودي وبيمشي ميديا في الدورسة كولا. وعلى النقيض الكيونيت لحد ما يوصل النواه، ولما يوصل النواه يطلع بعد كده للسلامس بي ال في ان تي. بس خليك فاكر انه بيمشي في الميديا اللي منسكس. بيمشي في الميديا اللي منسكس، هتلاقي الكلمه دي مكتوبه عندك في السكند اوردر نيرون السطر الثالث. بيمشي في الميديا اللي منسكس. بعد كده بيطلع لسوماتو سنسوري اريا 1 اللي هي اريا 3 و1 و2 واللي انا محتاجه هنا قلته لك. سالت حاجه؟ اه. لا هي الفكره ان طلعنا في الدورسال كولم قعدنا ندور على ان هو ما لقيناهاش. لقينا ان هو فوق شويه. الفكره ان الدورسال كولم السباينال كورد عموما كحمايه حمايته اقل من البرين ستيم، والاحاسيس دي مهمه جدا، فربنا حطها في امن مكان الدورسال كولم واحسن فايبر الاي بي، وخلى النواه في امن مكان برين ستيم، لان احاسيس مهمه قوي فلازم حاجاتها تكون في امن اماكن في الجسم. دي الفكره كلها. عد الكلينيكال سيجنيفيكانس وخش على الديسكريميشن. يلا قلنا النقطتين كانهم نقطتين، وقلنا تعريف الريشو ديستانس، وقلنا البرنسبل سكبناه، والايكويبمنت كومباس، وقلنا هنعمل التجربه ازاي. كبر دماغك. انا عاوز الارقام بتاع الريشو ديستانس. التيب اوف تانج 2 واللب 1 والفينجر 3. خليك فاكرها اهي. 1
اتنين واللي بتشاور بيه تلاته، واحد اتنين واللي بتشاور بيه تلاته، ثم بعد كده واحد اتنين اللي بتشاور بيه تلاته اربعه خمسه، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه اهو. ثم بعد كده هتلاقيه بيقول لك الباك اوف ذا نيك من 40 ل 70، واحسن مكان في ديسكريميشن هو الفوفيا سنتراليس في العين. لو جه قال لك مين اقل ثريشولد ديستانس؟ لا ما تجاوبش كده. لو قال لك اقل ثريشولد ديستانس هي في الليب، امال لو قال لك احسن ديسكريميشن في الفوفيا سنتراليس، احسن ديسكريميشن في فوبيا سنتراليس في العين، انما اقل ثريشولد ديستانس موجوده في الليب، امال اعلى ثريشولد ديستانس فين؟ في الباك اوف نيك. ولو ما جابش الباك اوف نيك وقال لك الباك بس، صح برضه، يعني يا اما في رقبتك من ورا يا اما في ظهرك. بالنسبه للستيريو جنوز كل الكلام اللي احنا فيه قلناه، بس انا عاوز اخد كلمه الكلينيكال سيجنيفيكانس. يلا الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعه، احنا قلنا ده المكان الوحيد اللي كان بيروح اريا اسمها 5 و7. فكرني بالسكيم، كلهم بيروحوا سيراتو سنسوري اريا 1 اللي اسمها اريا 3 و1 و2، ما عدا الاستيريو جنوز بيروح 5 و7 اللي بنسميها سوماتيك اسوس اسوشيشن اريا. اسوشيشن مش ال سوماتو سنسوري اريا 1 اسمها الاسوشيشن، عشان لو ما جابش ارقام. لو قال لك كلهم في 1 ما عدا مين؟ الستيريو جنوز. بص السؤال ده في الامتحان بقى، مش بص في الامتحان ده، هو جاي لك في الامتحان. ليجن ان اريا 5 و7 ريزلت ان، او السؤال الادق ليجن ان اريا 5 و7 ويل ليد تو لوس اوف، ويجيب اختيارات، هيبقى لوس اوف ستيريو جنوز، لان اللي بيروح 5 و7 هيبقى مين؟ الستيريو جنوز. لو ال5 و7 اتأثرت، امال لو بطريقه ثانيه قلت لحضرتك ليجن في الاسوشيشن اريا، لو حصل ليجن في الاسوشيشن مين اللي هيتأثر؟ امال بطريقه ثالثه ليجن ان سوماتو سنسوري اريا 1 all of the following are affected except ستيريوجنوز، لان كلهم في سنسوري اريا 1 ما عدا الستيريوجنوز. بالنسبه للفايبريشن احساس السريلز البرنسبال قلناه التانينج فورك، اوعى تنسى حته ان العظم ما بيوصلش ما بيحسش بالاهتزازات ولكن بيكبرها بيعمل ماجنيفيكيشن. بالنسبه للريسبتور كان اسمها مايزنر وباسينيا، المايزنر بتاعت اللو اللي هو لحد 80، امال الباسينيا بتاع الهاي اللي هي قد تصل الى 500. كلينيكال سيجنيفيكانس هنسكمها حالا. بالنسبه للبريشر طبعا خلاص عرفنا البريشر، عرفنا البريت، عرفنا الويت، مدعم مش مدعم، والريسبتور باسينيان بتبقى رابط دي ادابتنج، ورافين بتبقى سلولي ادابت، وهسكم لك برضو حالا مين رابط دي ادابتنج ومين سلولي ادابت. بالنسبه للمسل تنشن، المسل تنشن قلنا التنشن الريسبتور تنجو، وباقي الكلام احنا قلناه. بالنسبه للبروبريوسبشن، البروبريوسبشن يا بوزيشن يا موفمنت، وقلنا ده بيبقى سوماتيك وديب مكان الريسبتور، قلنا البرنسبل كله. لو حركت الجوين، بص بقى على التجربه هنا، عاوزين هنقرا التجربه سوا. جوينت اوف بيك تو سبيسيفلي موف، حرك المفصل بتاع الصابع الكبير ان ديفرنت دايركشن، وقول للبيشنت يقول لك بتحركه انهي اتجاه، او قول له حط صابع رجلك الكبير بتاع الرجل الثانيه بنفس الطريقه. يعني مثلا البيشنت راقب، مسكت صابع رجله الكبير بتاع رجله اليمين سحبته لورا، قول له حط صابع رجلك الكبير بتاع رجلك الشمال في نفس الوضع يقوم سحبه لورا، يبقى كده في سنس اوف بوزيشن. وطالما انت بروبريوسبشن يبقى لازم في جولجي وجولجي ورافين وباسينيا، جولجي وجولجي رافين وباسينيا، وهنزود هنا سبندل اللي اسمها المصل سبندل، لان ممكن يجي سؤال يقول لك مثلا كل مما يلي هي الريسبتور بتاع البوزيشن ما عدا، ويجيب جولجي سبندل رافين باسينيا، يبقى الاختيار الغلط هيبقى باسينيا. هنا بيبقى جولجي وسبندل ورافين، والموفمنت يبقى باسينيا وجولجي. بالنسبه للموفمنت حرك وقول له اتحرك ولا لا، حرك وقول له اتحرك ولا لا، بس اعرف الكلمه دي مش هيجي لك منها حاجه خالص. وده بالنسبه لكل التجارب. بالك حاجه واحده، بالك الامراض، بالك الامراض،
تعالوا يلا نسكب الامراض. في الصفحه الاخيره في اي صفحه فاضيه عندك اكتب لي الامراض دي. هات لي صفحه 42 معلش 42. صفحة 42 هتلاقي مكتوب عند حضرتك أربع أمراض. مرض اسمه تيبس دورسالس، ومرض اسمه بولينيورايتس، ومرض اسمه السلاميك سندروم، والليجن في سوماتو سنسوري اريا 1، وفي الآخر هتلاقي مكتوب مرض اسمه سترينجومايليا. الأمراض دي أنا عاوز نبص سوا كده في لحظة على الأمراض دي. الأمراض مكتوب عندك التيبس دورسالس ده نيرفس ديزيز بيحصل في حالة الليت ستيج اوف نيوروسيفلز. البولينيورايتس ده في بريفرال نيرف بيحصل لها ديجنريشن. السيراميك سندروم النواة باظت. كملي النواة. بي ال في ان تي وفي سنسور اريا 1 باظت. اتكلم عن التيبس دورسالس شوية. وقال لك ان التيبس دورسالس ده انفلاميشن وكمبريشن على الدورسال على الدورسال على الدورسال. بكرر اهو. التيبس دورسالس بيعمل كومبريشن على الدورسال. وبالتالي بيعمل دي جنريشن للدورسال كولم، فالاحاسيس اللي منقوله في الدورسال كولم بتبوظ. عشان كده مكتوب زي استراكت فورمد باي فايبر، واللي بتضغط عليها ببوظها، بتبوظ بالكمبريشن، مش عاوز ده كله؟ وقال لك التكتايل لوكاليزيشن بيبقى زي ما هو في ايه؟ في سترينجومايل. اسمع بقى. تيبس دورسالس، بولينيورايتس، سيراميك سندروم. ليجا في سوماتو سنسوري اريا 1 بيقلل كل حاجه. بيقلل كل حاجه. مين اللي سليم لو الجراسيل والكيونيت باظ؟ في سرينجو ميه تلاقي التكتايل لوكاليزيشن سليم. عشان تعرف دي وتسكمها كويس هات لي الكلينيكال بتاع الكروت تاتش. طريقة سهلة؟ نجيب طريقة سهلة. كل الأمراض كله كل الأحاسيس بتبص في التيبس دورسالس. كله بيبص في التيبس دورسالس. بص اكتب يلا اكتب. كله بيبوظ في التيبس دورسالس. وكله بيبوظ في السلاميك سندروم. كله بيبوظ في التيبس دورسالس. وكله بيبوظ في السلاميك سندروم. ما عدا الكروت تاتش يرجع تاني. كله بيبوظ في التيبس دورسالس. كله بيبوظ في السلاميك سندروم. ما عدا الكروت تاتش يرجع تاني. باظ ورجع، يبوظ ويرجع. الكرود تاتش بيقل في السترينجومايليا. الكرود تاتش بيقل في السترينجومايليا. والباقي سليم في السترينجومايليا. الكرود تاتش يقل في السترينجومايليا. والباقي سليم في السترينجومايليا. ليه؟ جزء من الفروت تاتش بيحمل مش على الفنترال بس بيروح كمان على الدورسال. خلينا بقى ناخد الكلينيكال سيجنيفيكانس واحده واحده. هات لي صفحه 39. في 39 مكتوب الفروت تاتش از ريديوزد. ريديوزد بيقل في مين؟ سترينجومايلي. امال بيبقى لوست في مين؟ في التيبس دورسالس والسلاميك سندروم. في التيبس كنت قايل اكتب لي بيرمننت بيفقد تماما، انما في السلاميك سندروم بيبقى تيمبورال لانه بيرجع تاني. وادي الكلينيكال بتاعت القرود. هات الكلينيكال سيجنيفيكانس يلا بتاعت التكتايل لوكاليزيشن في 42. التيبس دورسالس يعمل loss of tactile localization.
البولينيورايتس يعمل لوس في التكتايل لوكاليزيشن. السلاميك سندروم يعمل لوس في التكتايل لوكاليزيشن. الليجن سب سنسور اريا 1 يعمل لوس في التكتايل لوكاليزيشن. ولكن التكتايل لوكاليزيشن سليم في سترينجومايلي، بيبقى سليم في سترينجومايلي. عشان كده اسمع السؤال ده، يلا. كروت تاتش از ريديوسد ان، ما نبصش على الاختيارات، طالما ريديوسد يبقى سترينجومايلي. All of the following affected tactile localization except. كلهم بيأثروا على tactile localization. أنا معاك ما عدا واحد بس. Stringomyelin. Temporary loss of crude touch. يبقى ceramic syndrome. Somatosensory area 1 lesion. يؤدي إلى فقدان كله ما عدا. Stereognosis. لأنه كان area 5 و 7. طب لو lesion في 5 و 7 يبوظ الستيريوجنوز. في الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاع الفايبريشن صفحه 45 من تحت. برنيشس انيميا وديابيتس ميليتس يبوظوا الفايبريشن زي اللي احنا قلناه. البرنيشس انيميا والديابيتس ميليتس لان الاثنين بيخلوا الاعصاب ما تحسش كويس، فالفايبريشن ما يتحسش كويس في المرضين دول مع اللي قلناهم لما التيرس دورسال والسلاميك سندروم وسمعتوا سنسور اريا 1 ليجن والبولينيورايتس. ده بالنسبه للامراض. سؤال الامراض اللي لازم تعرفه، النقطه تعرفها في ايه؟ النقطه اللي لازم تعرفها في الامراض ان الكروت تاتش بي ال لا يفقد، بي ال سترينجومايليا يفقد بالكامل في التيرس دورسالس، يفقد مؤقتا في السلاميك سندروم، بينما باقي الاحاسيس بتفقد في كل ما عدا سترينجومايليا، بتبقى انتكت في السترينجومايليا. ده اللي لازم تعرفه كويس جدا في الامراض. ده الالف السينس، ده اللي انت مطالب بيه في السي ان اس بكل الاسكيمات اللي احنا قلناها دي. انت لو ذاكرت بالاسكيمات الموضوع سهل عليك خالص، الموضوع هتلاقيه سهل. الاربع امراض اللي هم بيأثروا على دايما بيأثروا على السيلف بروتس ما عدا الليجن في اريا 3 وفي الليجن بالظبط.